لحمي جميل جميل اللحم، لحمي جميل جميل جميل. تفضل. شو هاد؟ كأنه ريحته شوي. اي والله ليك الدخان. اسعول لشوف. كأنه ريح الدخان. هذا كله من السجاير اللي كنت عم تدخنها. لك شعو الدخان طالع من فوق. العمى شو هاد؟ ليك بنتي طالع دخنة من طاقة التكييف. ايو عندي كمان. قبل الصيانة بسرعة ليكون في حرياء بغرفة مكيفات. حاضر. والدهن جميل جميل الدهن، الدهن جميل جميل جميل، الدهن جميل جميل. هذا الدخان أثر على الرئة. شو عم تعمل هون؟ عم نحلل اللحمة يعني مشان البروتينات. شحني شحني. وين اختفى؟ ليكو؟ بالكرة؟ أخي إذا سأل عني المدير العام قل له مالي راجع شني تعاقدت مع أطباء بلا حدود. حاضر. يا أخ يا أخ أمر. مين الجناب حتى إذا سأل عنا؟ لأنه ما منعرفه غير عريف مع مين عم تحكي. قل له الدكتور غوار بورد. حاضر دكتور. شكرا شكرا. تضرب لي الوش مثل الراشيته. الحمد لله ان شاء الله دايمه. شو ان شاء الله دايمه؟ إيه ما اكلت شيء؟ يي صدقيني اكلت من كل شيء. انت يلي صار لك ساعه قاعده وعم تصفني فينا مثل الراقو. والله شوي تاني رح نبطل نكمل عشانا. الله يسامحك. بتعرفي اللي بتطبخ تشبع من النقوه. هيك بصير مع امي لدوق ملحه ولدوق فلفل. دايمه خالي دايمه مرت خالي. الصحه تقبرني ياسمين دايمه. صحتين. ان شاء الله فيها الف صحة وعافية. انت ما اكلت شيء، هات لاسكب لك صحن لبني. لا لا مرت خالي انا اكلت منها اول شيء واخر شيء، قد ما حبيتها. ايه طبخ ياسمين. اي ما شاء الله صارت تعرف تكبكي. ايه لك اسم الله حولها وحواليها. ايه احسن مني. ولك تلحلحي احكي لك كلمة.
كل ابن عمتي. كفى الله. الله يسلم دياتك على هاللبنية ما أطيبها. الملعونة نفس الظريف على الطبخ. يلا بابا جيبونا الفواكه. كمان فواكه؟ ايه مش عواجبكم. يكبر واجبك يا حب. ولك اختي ما بدكن عزيمة، ابقوا تعوا بدون عزيمة. لك اخي انا وفطينة دايما منطل على مرتخي قبل الظهر، بس عشية منقول لحالنا خطي، بيكون اخي تعبان الوقفة طول النهار ورا صحن الحمص. ستي مو ضروري على العشاء، تعوا على الغداء. لك ايه ما منشوفك، بتكون انت بالمطعم وتحسين بالدكان. خالي اجى عرفان حسن حط بيته عنا، قال بده يبيعه لانه بده ينتقل. قليل ليلاقي راغب، لانه داخل السور، لو كان خارج السور بيجوز يلاقي له راغب. ليش شو الفرق خالي؟ لانه داخل السور ما بيتنظم، بينما لو كان خارج السور كل مده ومده بتطلع ريحه تنظيم، بيسمعوا فيها وهم بيطمعوا بترد بتهمات. لسه بتقولي تلحلحي؟ شو يعني بدك ياني ام رؤوس؟ قولك تغني احكي لك كلمه. حكيت ايوه كل ابن عمتي قال حكت. شو بدي احكي لك؟ قولك بتحكي على بلد يعني الوحده بهيك حاله تتلبك، يعني يمكن لو ما كنت عرفانه كان احسن. اعملي حالك ما عرفانه صعبه يعني. هلا شو رايك انت؟ شو رايك انا؟ اقول ايه لانه اخوكي يقبر قلبي من شو بيشكي. والله يا فطينة مو عرفانة حالي، بدي ولا ما بدي. خرسي ولي بدك. شو الشغلة هيك؟ طب غم لك عن شلون غمطه. هلا انت ما بتعرفي تحكي لك كلمتين جد على بعضهم؟ ايه لا تزعلي، شغلة مو طب غم منيحة. تحسين عرفان؟ ما قلنا له لنعرف رأيك فيه بالأول عشان ما ينصدم صدمة جديدة. يقبر قلبي ما بيتحمل. أكيد بلاقي حدا هني. طبعا عم يستنوك. المهم بتدق الباب دقتين ودقة، لما بيرد عليك بتقول له 3 على 3. وشو يعني؟ هي كلمة السر، بيعرف انك مبعوث من قبلنا وبيعطيك الصناديق. وكم صندوق؟ 22 صندوق بتحملهم وبتجيبهم لهون قبل طلوع الضو. ابشر. وينك؟ على مهلك بالرجعة، ما بدنا مخالفات ومشاكل تخرب بيتنا. ها قول الله. فروض صادفتكم دورية، لا تشاكل معهم، شو ما قالوا لك قل لهم أمركم، وإذا انزنقت ادفع. المهم تصل الصناديق لهون ولا من شاف ولا من دري. دعينا مهوني. وياها بالمطبخ ما وتوتوه؟ ليش بتعرفيني بوتوت؟ إيه ما حدا غيرك بوتوت؟ أحياناً إيه بوتوت. المهم بدها ولا ما بدها؟ 50% بدها و50% ما بدها، بس 50% يلي بدها طابشة. لك فهميني بالمشرمحي. وطي صوتك هلا بيسمع العريس. يلي فهمتي منها بدها ولا ما بدها؟ قلكن ما بدي بكون عم كذب، وقلكن بدي بكون لسه مو عرفانة حالي. لك بنتي بتحبيه؟ حمري ما فكرت بهالطريقة. بتكرهيه؟ لا ايوه ابن عمتي شلون بدي اكرهه؟ ممكن تحكي لنا بصراحة أكتر من شان يا نكمل بهالخطوة يا لا؟ والله ما بعرف، مثل ما بدكم. شفت؟ ما بتخرج على شور ابوها تقبرني ان شاء الله. شوفي يا بي، انا ما ممكن اغصبك على شيء ابدا، بس معه بنطمن عليكي اكثر، هم ابن عمتك وهم عايش تحت جناحنا، يعني اذا خربط بنفك له اذنه، بس الغريب بجوز ما نقدر عليه. ليش في غريب؟ عم نحكي. فكري على مهلك يا بي. مياد فادي عفادي رحل باب.
بدي اياه. من امتى انت هون؟ من الشام. هلا بدي افهم ليش 3 على 3 مو 4 على 4؟ شو طالعك على السيارة؟ نعس. شوفي بيسنة دي. صرفوه؟ اوعى المعلم قال ما بده مشاكل ابدا. ما بتقدروا تصرفوني، شنو زملائي عم يستنوني لارجع ومعهم رقم السيارة كمان. بدي يكون اخبارية. هيك بدي يكون. صباح روض عليه. وبركي استشرف. جرب، إذا استشرف بنلاقي له حل تانية. في معلم قايم لك 500 ليرة. أوف، لشوك للآن لعمش سروة هدول. أي ما بتقدر عليك. لا أخي، أنا بكفيني 100 ليرة سيك. يا ريت كل الدوريات هيك. بخل 500 مشان يخرس نهائي. علي الطلاق 500 لك. إذا حلفت بالطلاق مشان تطلق مرتك وتخلص منها لأرفضن وأخدمك. أعوذ بالله، باين عليك كريم المعلم بيحب الكرام. معوضين إن شاء الله. على شرطها بدك توصلني عالشام. برازي بوصلها، وإذا مستعجل هلأ باخد لها تاكسي. شو تاخد له تاكسي؟ خليه معك أما بركي طلع لك دورية على الطريق. ما بيهمك، كافحة معك. مزبوط. حملو الحوت. ها الحوت. ها الحوت. ها شو عم تعملوا انت يا ولا؟ عم ننتخب زعيم للقاوش. تضرب وشو سريع. الحوت سجلت. سجلت. الحوت سجلت. سجلت. ورقه فاضيه. شو يعني؟ يعني هذا ما بده حدا. بلا بدي الحوت ابو عنتر الحوت. وليش ما كتبت الحوت؟ ايه ما بعرف اكتب. كنت له المراقب الصندوق كان كتب لك اياها. بتبطل الشغله سريه. حط الحوت. هاي الحوت. الورقه الاخيره الحوت سجلت. سجلت. اجيلي شوف شو مكتوب كمان. مكتوب الحوت الحوت الحوت. سجل 3 اصوات. ما بصير معلم، اصول الانتخاب لما بيكون ورقه عليها اسم مكرر بتاخذ مره واحده. انا اصول هاد واحد بده ياني 3 مرات بسجله مره. سجل عندك 3 حيتان. شفنا النتيجه. عدد المقترعين 13، عدد الموافقين 15. مبروك زعيم. عاش الحوت ابو عنتر الحوت. عاش 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 عاش. لحظه، شوفني النسبة المئوية. شو بدك تعيد للانتخاب معلم؟ على هوا النسبة. قصرنا عايدينه 5 مرات. يا استلم وخلصنا، يا خلي غيرك يستلم. نسبة النجاح 110%. حلو، ما حدا سبقني عليها. هلأ قولوا عاش. عاش الحوت أبو عنتر الحوت. عاش عاش عاش. أهلين عمو، كيفك؟ والله مشتاق لك يا رامز. مشتاق لك تاني بيجي لعنده. والله أنا لو بعرف وينك لأجي لعندك كل يوم. المهم طمني هلأ على إيدك. شو امتى فكوا لك الجبصين؟ امبارح. لسا عم تجعك؟ لا الحمد لله. اعمل هيك لشوف. لكان ليش رابطه؟ دكتور قال لي خليها مرتاحه. والرزق كيف؟ الحمد لله مستوره. رامز ليش ما بتروح بتبيع بحاره الاكابر بتربح اكثر؟ شني جربتها انا. هون اقرب لي على البيت. حاره الاكابر بعيده علي. بدي ساعه روحة وساعه رجعه. بدرس فيهم احسن. بقى هون شو ما اجانا من الله نعمة كريم. تعرف انه الكريم بعت لي رسمال ورح بلش اشتغل، مشان هيك يعني بجوز طول لارجع اشوفك مره ثانيه. وشو رح تشتغل؟ بيع جوال بهالجبال. ليش؟ عمل عرباي مثلي وبسط جنبي ونضل سوا. ما بعرف عيش غير سوا مثل اللي هربان من شي.
نقي لك ولا تنقي لحالك؟ لا بدي نقي على كيفي، شنو معي 500 ليرة صار. شوف رامز، عمري ما شفت هالشوفة. بسم الله الرحمن الرحيم. زين هاي ليشوفها دجاج دا يطلع حقها. أنا بشوف على الآلة الحاسبة. يلا حسبه. لا والله ما بتاكلها غير مقشرة. تعرف رامز، لما شفتك وتعرفت عليك حسيت قديش الحياة حلوة. بس نفهمها، خصوصي إذا كان الواحد حط لحاله يعني هدف مثلك هيك وحاول يصله. وحياة حلوة بس نفهمها. أمك مرت خالك استنسبوا الموضوع بقى. هلأ بدي اسمع رأيك. مني هاي خالي؟ مني هاي؟ يا سيدي قريبة منك وبعيدة عنك، يعني وافق قدامك وما لك شايفة. شو الحزيرة هي خالي؟ عجزت أنا، عجزت. بنت خالك ياسمين. مرحبا سيد تحسين. أهلين. صار شي معنا؟ لا أخي ما صار شي. طيب سلام عليكم. وعليكم السلام. مين الأخ؟ واحد عنده أوضة لك مهرية هري بدي أجرها. اللي نشوف شو رأيك فيها؟ خالي ما بتسوى، جربانة ما بتسوى. لا يا خال، شو جربانة؟ معقول؟ شو شفت عنها حتى تقول ما بتسوى؟ شفتها خالي، مهرمشة ومهرية كتير، يا دوب بالمعجونة والدهان ليلتقى لراغي. لك أشو شايفة معروضة بالطرقات لحتى تقول راغب ما راغب؟ وبعدين ما بتشوف شمس؟ لك طبعاً طول النهار بالبيت، لا طلعة ولا فوتي. ثم مين بده يدفع 25؟ ولك يا خال، لحنا لا طلبنا لا حلال ولا حرام. بعدين يا خالي هي ما بياخدها إلا واحد مقطوع، ها مقطوع ما عنده أوضة يتقوى فيها، ليه يبقى ياخدها؟ ولك يا خال، لحنا بعمرنا ما فكرنا نجيب سهر بيت. ليش خالي انتو عندكم أوضة بتكون تأجروها؟ ولك انت شو عم تخبص؟ عن شو عم تحكي؟ عن أوضة. أنا أوضة؟ أوضة الزبون اللي سألتني عنه هلا. ولك أنا عم بحكي عن بنت خالك ياسمين. هذا الحديث قبل ما يجي الزبون. الله يصلحك يا تحسين، كنت رح تخليني ازعل منك. لا خالي كل شيء إلا زعلك. وبيقولوا الزواج نص الدين، والإنسان لازم يكمل نص دينه. أنا كملته مرتين، خايف تنعاد الكرة. ليش لتنعاد إذا الزوجين من مستوى بعضهم ومتفاهمين على الحلوة والمرة؟ خايف يكون في فرق بالأديولوجيا فبينشو عنها خناق. هاي شنو؟ أنا إلي أديولوجيتي الخاصة. بنت خالي شو أديولوجيتها؟ لسه ما جبنا لل... شو ها؟ أديولوجيا خالي، أديولوجيا. إيه ما نجيب لها مو مشكلة. على كل حال هي بنتي وانت مثل ابني. وعز خالي. والمثل بيقول قبل ما تشتري عروس لابنك اشتري عريس لبنتك. بصراحة خالي أنا لقطة. ايه فردة ما لأخت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. منلاقي عندكم حمار خرج دعك؟ هاي الحمير قدامك، تفضل نقي. وشو الأسعار يعني؟ كل حمار وله سعره. أنا معي حماري بدي بيعه. نعم. واختلفنا أنا والمعلم على السعر، إذا سعرك بيناسبني ببيعك إياه. بديش دك تبيع؟ هلأ أنت دك تشتري من الأخ وخليك معي. أخي وينه؟ روح هاي الحمير قدامك نقي. شو رح تفتح لي سوق حمير لحالك؟ إلك أن هذا سعر اللي عم تعطينا يا؟ أعطيتك أحسن سعر بألعن حمار. وعلى شو ألعن حمار؟ أولاً رجليه فكح. شو فكحون؟ معلوم قدمه هالكيلو بالحمولة. لك دخلك وين كنت عم بتشغل حمارك؟ بالمطحنة. آها من هيك ظهره مقويس. ظهره مقويس من شغل المطحنة؟ معلوم حمير الحمولة بتلاقي ظهره جالس، لأنه حمار الحمولة بودي حمولة وبرجع فاضي، أما حمار المطحنة بتلاقيه رايح جاي محمل، بودي كيس قمح وبرجع بكيس طحين. نهايته قديش بدك تعطينا فيه قبل ما تحط فيه علة جديدة؟ بسوى 70 وراح أعطيك فيه 75. خاف الله يا رجال. لا إله إلا الله. وينك أخي؟ إذا انباع معي ب80 بكون ربحت عليه 5 ورقات ولا تسامح لي بأكتر من هيك.
يا عمي بيسوى أكثر من 100. شو هو أطنبيل؟ منسأل الأخ خلي يتمنه، باين عليه صاحب خبرة بالحمير. يا أخ. نعم. سلامتك أخي. وينه؟ هلأ اتركني من الأخ، أنا صاحب خبرة أكثر منه، أنا تاجر حمير أبا عن جد. وينه؟ رح أدفع لك 80 ليرة، يا أما بتقبض وبتدشره، يا أما بتسحب الرسل وبتحل. يا أخ. نعم. ما حدا حكى معك. إيه سيدي. يا أخ. نعم. نعم. لك أخي شو قصتك أنت؟ ما حدا حكى معك، خلينا نكمل البزرة بقى. يا أخ، أنا هون عم حاكيك. مين؟ الداعي يلي حطيت إيدك على ظهره هلأ. إيه أنا، اشتريني إلي، أنا حمار بعجبك. حمار وبتحكي؟ كل الحمير بتحكي، بس أنتوا ما بتفهموا عليهم لأنكم بني آدمين أجلك. فهم؟ شو اللي خلاك تنقيني من بين الشراية لتحكي معي؟ لأني شفتك آدمي وابن أكابر. لا، معناته أنت حمار رسمي. لكان تقليد؟ روح اسأله قديش دي بيعني. روح لك. روح. تفضل. معوضين. الله يعوض عليك. أخي قديش حقه هذا الأخ اللي هنيك؟ أنو أخ أخي؟ هذا الحمار الأسود الكبير. إيه وين عملت لي الأخ؟ هذا خصمه 200 ليرة سوري. ومن هون لهو؟ إيه شو بدي لك يعني؟ أنا شاري 190 ليرة، يعني مربحي منك 10 ورقات. حطيت له علف من على بكرة بليرة، يعني صفى مربحي منك 9 ورقات. طيب، لحظة لحتى شاور. بديش قال لك؟ قال بده حقك 200 ليرة. الله لا يوفقه، لك اشتراني ب90 ومن على بكرة واقف بطقة الشمس ما سقاني دمعة مي ولا هناني بجرزة فصة. شو أمرت؟ غالي. بس هذا حمار سعره معه. وينك؟ لا تدفع أكتر من 100. ب100 بيمشي الحال؟ الله يسهل لك. طيب نهايته؟ أقل من 200 ليرة ما بتاخده، ب199 ما ببيع. ما رضي. أصبح احمل حالك وامشي، هو بينادي لك. إيه؟ اعتمدت ولا لأ؟ الله يجبر. لحظة، يعني بقديش بدك إياه؟ شو بقديش بدي إياه؟ باين عليك ما بدك تبيع. احكي لك كلمة. ما خليت للحكي مطرح، طالما عم تقول إنه 199 ما بتبيع. أخي هذا خصمه ب175 ليرة. لا تدفع. الله يجبر. ليش انت قديش مصرياتك؟ 100 ليرة. لا لا لا، الفرق كتير كبير بيناتنا. اخي نقسم البيدر بالنص، خليها ب150 ليرة. 100 100. دور على غيرنا. قوي قلبك وامشي. لوين رايح؟ دور على غيرك. اخي ما بدي عزبك هالحرائي، خليه ب125 ليرة والرسن لك. 100 100. الله يبارك لك. اخ خلصنا منه، يخرب بيته شو بخيل. صحك تتكبكب امي. ها امي الله يخليكي، خدي ضيفي عني والله مستحيه. وتضربي شوش حياه. يلا روحي. انا لا يمكن اخرج عن شورك وشور امي. لك الا شو التحفظ؟ التحفظ انه تفضل ابن عمتي. أعوذ بالله. الخال أول. تفضل خالي تفضل. لا يمكن خالي، العين لا تعلو عن الحاجة. لك ليش ما سويتوا لنا الشاي بدل القهوة حتى ما نقلب الليل؟ أعمل لكم شاي؟ مشي الحال هلا. ما بدنا نعذبك. أعذابك راحة ابن عمتي. إيه خال؟ هات ما عندك. خالي أنا بدي أقول التحفظ تبعي، بس خايف يتفسر كلامي على غير أديولوجيا. إذا الكلام ما له إلا تفسير واحد، ليش ليتفسر على غير أديولوجيا؟ الحقيقة أنا اتكلت على الله. ونعم الاتكال. بس المشكلة العالم. شو بقول العالم؟ بكرة بيقولوا جوز بنته لواحد أجير عنده،
أمي حلوة بحق بنت خالي، يعني مو من قيمتها واحد بمركزي. ومين قال إنه أنت عجير؟ ما أنت شريك النص بالنص. مو هذا القصد خالي، مو هذا القصد. هلأ أنا ليش خربت جواسي الأولانية؟ لأني كنت أجير، يعني ما كان في تكافؤ اجتماعي. ثانياً ما كان في تكافؤ أيديولوجي. لحتى تكون الحياة مزبوطة لازم الزواج يكون شراكة بين الرجل والمرأة. طبعاً المفروض هيك. أنت قلتها خالي. هلأ شراكتنا بتصير بالحكي وبس. خليني أقرب لك إياها. هلأ أنا إذا بدي أخذ بنت خالي زوجة إلي، بتقبل أنت بدون ما يكون في وراء وشهود تثبت شراكتنا الزوجية؟ أعوذ بالله، هذا ما بصير بنوم. شفت خالي، وشراكتنا أنا وياك مو ثابتة. ليش؟ لأنه ما في أوراق. وبعدين أنا بدي ضل بعين العالم أجير يعني. وكما أسفت لكم، مو حلوة بحق بنت خالي. هاي مو مشكلة خالي، بكرة منعمل أوراق ومنثبت شراكتنا عند المحامي والشغلة محصلة بعضها. شو ابن أختي وشو صهري. بعطيك علبتين راحة كمان، لأنه بالضياء بحبوا كثير راحة مع البسكوتة. هات. تفضل. يسلموا. على عيني. يا رب. لا تشتري بضاعة بكل المصاري اللي معك، خلي لي حق صندويشة شعير. لا تخاف، لسه بزيد معنا شي 100 ليرة. هلا بتبعزقون؟ ما في بالعاده. كم صنف اخذت عندي؟ اخذت بدك تقول كلون يا مختص وراح 6. وهي فاتوره بست نفدات، جمعا يكون 124 ورقه. اوف. بس بدك تراعينا، شنو يعني انا بدي اتعيش منهم بالسوق؟ كلهم راعونا على سبيل التسجيع يعني. الله وكيلك، حسبت لك ياهن بسعر الجمله لانك متعيش. بتحب الشاي بمعلقه سكر ولا بمعلقتين؟ بلا الشاي هلا يا اخونا، هلا بيروح علينا النهار. عجل لك شوي. طول بالك، ما بدنا نحاسبه للرجال. نعم. عفوا، ما عم احكي معك، عم احكي مع حالي يعني. عم بحسب هيك انا وحالي انه قديش بدي بيع الارباح. هلا مثلا علبه البسكوت قديش حسبت لنا اياها؟ انا بالمفرع عم بيعها ب 15 ورقه، ولك حسبت لك اياها ب 13. ايوا. والنوقة؟ النوقة عم بيع الحبة بفرنك، لك حسبت لك اياها باربعة قروش. اللي بقصده يعني من بعد امرك اذا بتريد تعملنا حبة بركة. يعني جملة وحبة بركة؟ يعني بدك هيك حسبنا يا اخي من جملة تجار السوق. الله وكيلك، بفوتوا لعندي التجار ما بيقولوا لي بقديش، ومع ذلك تكرم عينا، رح حلق لك اياها هون على 120 ورقة، وهي بلا اربع اوراق. كتر خيرك. تفضل، هاي 100، بيع 10، بيع 10. معوضين. ادعي لنا الله يجبر. والشاي؟ بدك تسمح لنا فيش، اني انا ما بحب الشاي. الله يجبر عنك بجاه واحد احد. انت ما بتحب الشاي؟ بلا بحبه. لكان ليش قلت له ما بحب الشاي؟ قل له مستعجل وخلصنا. هلا انت شو فرقت معك دخلك؟ ما بحب الكذب. فظاعة انتو البشر، شو الكذب بدمكم. اوقات الواحد بيضطر يعني. ما لازم يضطر للكذب، كلمة الصدق لازم تطلع من التم مثل الرفسة. قصدي ان الواحد اوقات بيضطر يساير يعني. يساير بالكذب؟ تعرف قولتك ما بحب الشاي مثل اذا انا قلت ما بحب الشعير. الله الله يخليك، بلا فلسفاتك شرك. ما قلت لي امين دلك على المحل؟ رحت على البيت، ما دلوني غير بصعوبه يا رجل. ولو ما قلت لهم اني مسافر ما كان بدهم يدلوني. مزبوط، شنو امي ما بدها هالقوبه منو. الله يسامحها. شو هذا لك تحسين؟ ما شاء الله كان شايف محل مثل العاده يعني، وكراسي وطاولة بتصنبع وراها وتليفون. تعرف لك يا أبو الغور، هذا لزوم الشغل. شنو أنا شغلي بده اتصالات كتير. لك يا ولد وين القهوة؟ مو قلت إنه بعته مشوار؟ شايف لك يا أبو الغور شو عم بنسى؟
كنت انا عمت غريت لك ياها، بس ما بقدر اترك من جنب التليفون بركي رن هلا. خش اخي تحسين معي رن التليفون. شنو مقطوع شحو؟ شو كان مبين من عنده؟ اي مسي تحاش هذا الشريط تحت الطاوله او بالدرج حتى ما حدا يشوفه. تعرف لك يا ابو الغور شغلنا هيك بده يعني على بندب، شنو الناس بتحب المظاهر. على كل حال يعني لا تشغل بالك بهالموضوع، انا ما بحب القهوه. ويعني متأمل خير من هالتجارة؟ والله أخي تحسين يعني طالما في سماء إلى رب كريم الإنسان بيسعى. يا رجل غيرنا أصغر منا وأم يسعوا. بس لو كان لك يا أخي غوار بتأجل سفرك ولنا يومين بس لتحضر عرسي. أنت بتعرف أخي تحسين أنا قديش فرحان بعرسك، بس أكيد لو بقدر ما بقصر لأنه حزمت أمري. خلص خليني اتكل على رب العالمين. اوعى تقطعنا بعيد الصداقة. معقولة يا رجل؟ لو كنت بآخر الدنيا بترك وبيجي أنا مشان عيد الصداقة، ليش شوفي عنا غيره؟ إن شاء الله لكان مهونة. وبس هي عم بقول لك ها أبو الغور، صرت تعرف المحل، شنو نحن لبعضنا، شو بيلزمك تعال عندي؟ كتر خيرك أخي تحسين. ودخلك يعني شو نوع التجارة اللي بدك تشتغل فيها؟ يعني اشتريت شوية وضايع هيك أشكال ألوان. وقلت لحالي بطلع بسرح فيها بهالضياع. بدك تحمل البضاعة كلها على ظهرها؟ لا شو على ظهري؟ اشتريت حمار. تع تع تعال عرفوا عليك تع تحكي. شحوكي. لك شو هاد لك يا أبو الغو؟ كتير شي صريف. إن شاء الله مبروك. الله يبارك فيك أخي تحسي. وإن شاء الله منه لأكبر. كتير شكرا. يا الله خاطرك. شنو بدي لحق روح ودي ابو عنتر كمان. بس اوعى تنسى عيد الصداقه. ها لا يا رجل انا ما بنتسب نوم. يلا الله معك. شكرا. يلا حبيبي امشي. لحظه، من وين الحمار اللي بوسته؟ هذا رفيقي تحسي. مرحبا. اهلين ابو مهدي. شو وينه ابو عنتر؟ بالحبس. سته عطتكن عمره. شو هالحكي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لسا مبارح كنت عنده وما كان بهالشي، واليوم صار بهالشي. العمار بيد الله. هاي مقطوعة وما لها حدا غيركم. تعالوا شوفوا شلون بدكم تطالعوها. السلام عليكم. معناتها صار لازم أجل سفري أنا لبعض الظهر أخي تحسين. مشي نشوف شو بدنا نعمل. أخي غوار أنا بتعذرني، شني ما بقدر. اليوم بالذات عندي مواعيد كتير، إذا صار معي وقت وفضيت بلحقكم على الدفن. ماشي الحال، بس دخيل عينك. معليش يعني إذا ربطت الحمار جنبك مشان دير بالك عليه. ربطه وين ما بدك. شكرا. بحرطك قدام رفيقي هون لأنه مضطرين نأجل سفرنا لبعض الظهر لأنه صار عنا حادث أليم. لكان اربطني بعيد حتى ما يصير خربطة بيني وبين رفيقك هذا. لك وطي صوتك اسمع. تعال تعال هون تعال 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 حبيبي تعال. خوش انا من اول ما شفت الشريطة السوداء على طربوشة شميت ريحة موتي. الله يرحمك يا ستي. الله يرحمها ويحسن إليها. موت الفجي كتران. شو؟ منا وتسعين سنة راحت خطف صبية أول نضوجة لسه. وإمتى عطتنا عمرة؟ اليوم الصبح وهي جيتي من الدفن. يا ريتني أنا طلعت ودعتها. جيت أنا جيت لهون مشان أطلب لك إذن من مدير السجن مشان تطلع يعني تشارك بالدفن وترجع. ما كان يوافق. ليش ما كان يوافق؟ ايه قال انه ممنوع السجين يطلع من الحبس قبل ما تخلص محكوميته. ها وليش سمحوا لهم بمسلسل المحكوم؟ ايه خيار وفقوش اخي المسلسلات صايرة. شلون ماتت؟ هذا يا سيدي انا مبارح أخذت لها بإيدي كيلو تفاح ورحت لحتى ودعها، لقيتها متسطحة وما بهالشي الحمد لله. أوخ
أخ عال عال. ايوه امتى استلى النبض تبعها؟ طلع مزبوط 240 على التمام. أخ عال عال. بعد شوي قالت لي زكاتك يا ابو الغور، ناولني شي كاسه مي مشان اشرب الحبه. ناولتها وشربتها. أخ عال عال عال. بعد شوي الحمد لله غفيت، قمت انا هيك طمنت عليها ومشيت. أخ عال عال طمنتني. تعري مدري ليش قبل شوي قمطني قلبي. اليوم الصبح بقى رحت لعند تحسين مشان ودعه، وبعدين بدي امره لعنده مشان ودعه، ولا اجانا الخبر انه عطتك عبره. الله يرحمك يا ستي. كأني سمعت انك رحت لحتى تودعها. ليش انت مسافر؟ اي والله يا ابو عنتر، شني تركت مهنة الطب وحيشتغل بالاعمال الحرة هلا. اي بس الاعمال الحرة بدها رأس مال. دبرت رأس مال، شني ألقيت القبض على عصابة تهريب. اخس، عم تشتغل مع الشرطة؟ لا لك ابو عنتر، معقولة شغل خاص يعني، والشغلة ما وصلت للشرطة؟ بدك تقول يعني مثل ليلة عمل طوعي. بعدين لإيش لتشتغل بالأعمال الحرة؟ عمل لك مشكل وطالع عندها الحبس. شنو أنا بدي وزير صحة للحكم الذاتي. بصراحة أخي أبو عنتر داخلي من مهنة الطب، لذلك نويت أطلع أسرح بهالجبال. هلا قيمك مني أنت كيف؟ أنا مرتاح كتير بالحكم الذاتي. إيه وهلا ما رح بطلع من هون غير العيد الجاي تبع الصداقة. طيب بدي افهم يعني شو عاجبك انت بهذا الحكم الذاتي؟ اخي حلو الواحد يطلع على العالم من فوق. ايوه ايه من فوق هيك يطلع على العالم. بعدين يعني خوش انا كنت عم بطلع مشان ايش؟ مشان عيد الصداقة ومشان ستي. تمام. هلا ما صفي لي غير عيد الصداقة. هلا قيمك مني انت كيف؟ يا ابو عنتر صارت لك معي شغلة بتحط الأعل بالكف، بس يعني خايف أحكي لك إياها وما تصدقني. باطل؟ لا يا أبو الغور، ليش إمتى أنا كنت كذبك؟ شو هي الشغلة؟ هلا يا سيدي، لك أكيد ما حتصدقني، شنو أنا ذات نفسي كل ما أفكر فيها ما بصدقني. إيه أنت لا تصدقك، أنا بصدقك، أحكي لي نشوف. يعني إذا حكيت لك إياها ما بتفتكرني أجذاب؟ باطل؟ شو انت تحسين؟ هذا يا سيدي اشتريت حمار مشان اسرح فيه بالجبال. لو كان بيش بدك تسرح؟ مور الرواية اخي ابو عنتر، الرواية انه هذا الحمار طلع بيحكي. ايه شو فيها؟ في كتير حمير بتحكي. لقوس؟ ايوه معلم. حكى. ايه بس بقصد انا حمار مو بني ادم حماق. يعني له اربع رجلين ودنا؟ نعم. وبيحكي؟ نعم. ومثل اللقوس وغيره؟ هو احسن من اللقوس. ومثلي ومثلك؟ نعم. ابو الغور تشرب لك فنجان قهوه ساده الصحي لمخك؟ مو جاي على بالي القهوه هلا. لو كان شو رايك تغسلي وشك وتبورد وبعدين منكمل الموضوع. شفت قلت لك انه ما حتصدقني. يعني الواحد يفكر فيها حمار بيحكي. طيب يعني انت ليش مستغربة؟ ليش مستغرب؟ مو بيقولوا انه سيدنا سليمان عليه السلام كان يفهم على لغة الطيور؟ هي معناتها انه الحيوانات بتحكي. هداك سيدنا سليمان عليه السلام مو غوار الطوشي. اخي ابو عنتر مو لحق عليك، لحق علي انا اللي حكيت لك. بسيطة ابو الغور، لا تزعل مني، انا ما بيهون علي زعلك. يعني وان كان شغلي ما بتصدق، بس بتصدق. شو يعني؟ حمار ناطق. اجا فيلم بزمانه. حمار ناطق ما فيها شيء. شلو ما فيها شيء؟ فيها كل شيء. حمار بيحكي. ايه ما بتصدق، والله العظيم ما بتصدق.
بس بتصدق. احكي هالحكي من الاول لك اخي ابو عنتر، كنت كثير انا خايف انك ما تصدقني. حتى لو ما بدي صدقك ما بخلي حمار بيناتنا يوقف عثره. عفا عليك. وفي شغله ثانيه بدي اقول لك اياها، هو انه كررت انا وهذا الحمار انه نصير اصدقاء. انت وهاللي ما بيتصدق؟ ايه. تعرف ليش؟ شني ام مشعور انه ما طلع لي حظ من البني ادمين، لذلك قلت لي حالي حمار صديق احسن من صديق حمار. ابو الغور عيونه قرب لشوف لهون. شايف راسك مطعوج؟ شو اكل لك شي خبطه او طرقه شمس؟ ايه اكل ضربه شمس، شنو وقفنا حصه يعني تحت الشمس اثناء الدفن. هي الله يرحمك يا ستي. خلص وقت الزياره؟ لسه 5 دقايق. خلص فهمت عليك اخي ابو عنتر، يلا خاطرك. عود الله معك. نتلاقى بعيد الصداقة الجاي. من هون بحيث اسمي خلصت زيارتي. Thank you. عظم الله أجركم. شكر الله وسعيكم. عظم الله أجركم. شكر الله وسعيكم. عظم الله أجركم. شكر الله وسعيكم. 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 عظم الله وأجركم. شكر الله وسعيكم. زملائي المحابيس، نبدأ حفلنا التأبيني هذا بكلمة زملائي حفيد الفقيدة يلقيها عليكم الزميل زبيد الصخري، فليتفضل. لا وألف لا، إنها ليست مناسبة أليمة، بل إنها مناسبة الألم، إنها ألم المناسبة، إنها مناسبة للحزن، بل إنها الحزن للمناسبة. لماذا؟ لأن الفقيدة ليست تيتته وحده، بل إنها تيتتنا جميعا، إنها تيتة الحكم الذاتي. نحن كلنا على خطأ. لماذا؟ لأننا نتمنى حياة باقية. ما كل ما يتمنى المرء يدركه. تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. والسلام. مرثية لشاعر القاوش الزميل لؤز الأول، فليتفضل. أبا عنتر تقبل منا العزاء، فالأرض أرض والسماء سماء، أين تيتتك؟ أين منها الخنساء؟ أين منها خولة ومدام كوري والزباء؟ رحلت رحلت، فهذه الدنيا قاووش فناء. أبشري أبشري.
شو اسم المرحومة؟ مهتاب. شو؟ مهتاب. أبشري مهتاب. لك أبي انكسر البيت، ما إلها اسم تاني؟ أم عزيز. أم عزيز. أم عزيز. ها؟ أبشري أم عزيز لك الخلد ولله البقاء. كلمة آل الفقيدة يلقيها عليكم حفيد الفقيدة، فليتفضل. بوركتم بوركتم يا زملائي، بورك صمودكم في هذا القاوش. إننا لن نرضخ للاستعمار، لذلك يجب علينا أن تبقى عيوننا مفتحة بل مفنجرة على منعطفات التاريخ وتاريخ المنعطفات. إنهم يزرعون العقبات في طريقنا كما يزرعون الطرق في عقباتنا، ولكننا ساهرون. والسلام. اللهم تغمد الفقيدة برحمتك. آمين. اللهم إن فعلت خيرا فاجزها خيرا. آمين. وإن فعلت شرا فسامحها وسامحنا. آمين. وعلى روحها وروح من سبقنا من المؤمنين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لك طول بالك معلم، طول بالك، قلنا على الطريق. لك انا ما عم ابكي على ستي.